راح نستنى، ما راح نعمل أي شيء. إزال، أنا أمنتك على ابني وأنت قلت لي ما بصير شيء ووعدتني وأنا صدقتك، وهلأ بدي ابني، بدي تجيب لي ابني. عايشة، ما راح يصير شيء، وهلأ ما فيني اتصل برامز. لكن شو هي خططك؟ إزال، بترجاك رجع لي ابني. رح رجعه، رح رجعه، بس هلأ لازم نستنى. لا لا، ما رح استنى. عايشة، إزال، هلأ هلأ روح، روح وجب لي ابني، انساني إلي، طلع من قصة حبي وعشقي، تذكر أني أم بدها ابنها. إزال، بترجاك دخيلك، ما بدي شي تاني، بدي تروح وتجيب لي ابني. تستطيعون إيواء أجساد أولادكم، ولكنكم لا تستطيعون إيواء نفوسهم، لأن نفوسهم تسكن بعيداً في قصر المستقبل، وأنتم لا تستطيعون زيارتهم هناك حتى في أحلامكم. قد تستطيعون أن تشبهوا أنفسكم بهم. نعم، قد تستطيعون أن تشبهوا أنفسكم بهم، ولكن لا تحاولوا أبداً أن تجعلوهم يشبهونكم، لأن الحياة لا ترجع إلى الوراء ولا تهتم بالماضي. أنتم أقواس تنفلت منها سهام أولادكم لتذهب نحو المستقبل، والقوس ينحني بكل محبة لليد التي تشده، لأن القوة التي تفلت القوس بقدر ما تحب السهام المبتعدة عنه تحب القوس القوي الذي في يدها. شو عم تحكي خال؟ خليل جبران بيحكي عن الأهل والأولاد يلي ببعدوا عنهم، بيحكي عن الأولاد كيف بيكبروا بسرعة، وبيحكي كمان عن الآباء اللي ما بيتركوهم ولادهم، عن الآباء يلي ما بيهربوا منهم ولادهم. هذا الحديث فينا نعمله معك بعدين. ليش ما قوصته؟ ليش ما عملتها؟ قلت لي بتقدر تعملها. طلعت ماني قاتل يلي بيلزم لهي الشغلة، أنا ما عنديها. الشي يلي ما بتقدر تعمله دائما بتطلبه من غيرك، وهذا الشي مانو منيح. بيجي يوم ما بيبقى في جنبك حدا بيعمل لك شغلك. بس اليوم ما كان في، بكل شغلة انت كنت موجود. للأسف المشكلة هون مو بس بالقواعد والمبادئ يا خال، الحظ، اللي في عنده حظ بيربح. ان شاء الله ما بيروح حظك، لاني وراك، اذا هيك حظك ما تغير. ليش يا خال؟ قل لي ليش عمر مهم كتير بالنسبة لك لهالدرجة؟ لأنه أنت هو أنا. يلي عملته أنت بهالزمانات كمان أنا عملته. ما بقدر بصلح يلي عملته مثلك. ومن شان قادر أنسى، وبما أنك أنت أنا، بقدر اقتل حالي وانتقم. بس بدل هيك يمكن نحن لازم نتصالح. خلينا نحكي الدغري وكون صريح معك للأخير يا سيد جنكيز، موتك راح يكون على إيدي وين ما كنت تكون. مو أنت أنا؟ Thank you.
عايشة حبيبتي، اطمني لقيت ابننا ورح جيبه على البيت. طمني عنك، انت منيح؟ ايه ماما. الو، وصلك ابنك؟ ايه وصلني. كل شيء صار تمام؟ ايه كله تمام. إيزيل، اليوم حكيت مع بهار. إيزيل اسمعني، تقدر تخليني أعمل يلي بدك إياه، الكذبة اللي بدك إياها، اللعبة اللي بدك إياها، كله بعمله وبعمله أحسن منك، بس ما فيك تجبرني إني خون أختي. وليش ما بتقدري تخونيها؟ ما فيني أعملها. إيزيل لازم تختار، إذا بدك تبقى مع بهار أنا بطلع برا، بس إذا ما بدك تكون مع بهار لازم تحكي معها قبل ما تتورط وتزعلها. ما بقدر. ليش بقى؟ لازم نستنى. شو بدنا نستنى؟ إذا بدك تختارها إلا ليش لا استنى أنا؟ لأنه في أشياء بالحياة ما منقدر نحسبها ولا نمنعها. أنت بدك تستني لأنه مو بإيدك، وأنا بعشقك لأنه مو بإيدي. ومو بس هلأ، حاسس إني رح ضل حبك طول عمري وحياتي لأنه مو بإيدي. بدنا نستنى وبدنا نخون كمان لأنه مو بإيدنا. بس هالشي فظيع كتير. أكيد فظيع. أنا قلت لك جنكيز ما بيقدر يقتل قطة. إيه وأنا كمان قلت لك إذا ما قوص بيكون أحسن، وراح يوقع ببير أغماء. ما فهم ما هيك؟ الرجال مفكر إنه كسب كل شيء، ما بيطلع حتى على اللي خسره. يا ابن أختي عايشة وعلي الحساب هنيك زبط، ما لهم خبر بشي، مفكرين الخطة فشلت. رجعنا للأول خال، ما في غيري أنا وياك بنعرف الخطة. وعما نحسب كل شيء، كل تفصيل صغير عم نعمل حسابه. ولا مرة طلع لك شيء مانك حاسب حسابه؟ طلع أكيد طلع. لهلأ ليك واقف قدامي انت، وانت يا ابن اختي عملت خطة فظيعة للثلاثي تبعك وعم تمشي مثل الساعة. شو لهلأ ما طلع قدامك شي ما حسبت له حساب؟ طلع بهار بنص كل هالوساخة نظيفة وما عم تتوسخ، هي ما حسبت الله. هذا الشيء اللي ما حسبناه قبل يمكن هو يلي رح يجيب نهايتنا. Thank you.
رتب الحجار تبعك كيف ما بدك، رح توصل لنص اللعبة وتشوف. أحيانا تضطر تضحي بأغلى حجر عندك. بكفي ولك ما بكفي؟ لا معلم كمل. شلونك؟ عم بتخربط لي وشي وتقلي شلونك؟ والله عم تحكي درار. شو رأيك؟ بكفي هيك ما؟ شو رأيك خال؟ ما بتمشي على جنكيز. الزلمة أمن إنه الولد مع توفيق، وتوفيق إجا وعطاني الولد، وأنت لازم تقله واحدة من تنتين، يا أما بتقله توفيق خاني وأنا عاقبته وخلص ما عاد يعيدها ويشك جنكيز، أو بتقله إنك خلصت عليه. شو يعني بدك؟ يعني يقتل الزلمة ليقتنع جنكيز؟ إذا عم تسألني هيك بعمل، وأنت يمكن لازم تعمل شي مثله تقريبا. لا خلاص، ما نقوله دوخناه للمسكين وما دوخناه. ولا شو رأيك أنت؟ ثيابك توسخت معلم، روح جيب لك غيرها. يلا هلا بكفيك تشوف صورة واحدة من المستقبل لتفهم. احيانا شغلة صغيرة ما بتكون حاسب حسابها بتقلب لك كل قدرك فوقاني تحتاني. مو هلا رجاك، لا تسألني إذا كنت منيح. إيه؟ لك تيفو أنت شو؟ آه.